هل يجوز لي أن أجلس مع غير محارمي بحضور أحد من محارمي كاشفة الوجه غاضة بصري وأنا أتكلم معهم في أمور الدين والدنيا أفيدونا بجلوسهم خيرا أما مجرد الجلوس مع الناس وتكون على حدة من الرجال ومغطاة في الوجه وكامل الجسم فلا الذي عمل أما الجلوس وأنت كاشفة الوجه مع رجال ليس من محارمك فإن هذا لا يجوز حتى ولو كان يوجد من محارمك في المجلس أحد منهم فإن هذا لا يبيح لك أن تشغي وجهك للرجال الأجانب الموجودين في المجلس لأن وجه المرأة عورة بل هو من أعظم العورة ومن أعظم ما يفتن الرجال فعليك أن تغطي وجهك عن الرجال الذين ليسوا من محارمك. جزاكم الله خيرا.